صباحي. كلمني شوي عن الكواليس اللي انت عشتها. اخ والله يا ريت ترجع هذيك الايام، الحقيقه كنا يعني مبسوطين قبل هذيك الايام. ما بعرف، هي كانت هي اخر شيء، كانت اخر رحله لي ببيروت، كانت كثير حلوه الكواليس الحقيقه. يعني كمان يعني قبل الازمه واللوك داون، وحكيت مع سيرين عن شخصيتها ميرنا اللي عم تلعبها وعن القصه اللي عم تستمتعوا باحداثها هلا. بس كمان في شيء ثاني حلو الجمهور ما بيعرفه، هو انه اللي عم تلعب دور شخصيه سيرين وهي صغيره هي إلسا بنت اختها سابين، وانا سالتها عنها. في فرق 10 سنين، رح نشوف شوي تغيير بشكل الشخصيه. بنت لسابين إلسا بنت اختي، هي رح تكون سيرين الصغيره، يعني هي رح تكون سيرين بالمراحل من 15 لوقت معين. اوكي، قد ما فيهم يكبروها، لانه شويه ميك اب بكبروها، لانه هي هلا عمرها 16 سنه. هي كان عندها احلى صوت بالعالم، بس عطت صوتها للسحره الشريره كرمال يطلع لها اجرين تروح لعند حبيبة وتضل معه. وبهيك بتكون هي التجربة الثانية لإلسا مع خالتها سيرين، من بعد ما ظهرت معها بدور بنتها بمسلسل الست سنة 2012. بدي ضلني أضعف لحتى تصير قديك. قدي؟ بدك 100 سنة تصير قدي؟ نعم. لكن أكيد الموضوع تغير بعد مرور كل هالوقت، وقدرات إلسا التمثيلية صارت أحسن. أنا كثير مصدومة بأدائها، هيك فتحت عيوني، يعني إنه منا عاملة تمثيل وإنه منا دارسة، ما حدا إجا في حست بهيك بالدور. يا حبيبتي بالدم هذا. بعتقد إنه في شيء، إيه في شيء هيك وراثة. هي حلوة مثلك؟ هي أحلى مني. أحلى مني. بس لما بتحط صورنا حد بعض بقولوا العالم إنه كثير مشبه بعض. واو. وهيدا اللي لفت له نظره مثنى. لمثنى. ومسلسل دانتيل مو بس فتح الفرصة لإلسا، فكمان هو جمع بين سيرين والمخرج مثنى الصبح لأول مرة، وكان واضح قد ايه متفاهمين بكواليس التصوير. قالوا لي هو بيدخل مبتسم. جدا. إيه ومريح. مثنى حدا كتير واقعي، ويعني بحب الريتم السريع، كتير بيضحك، كتير طاقة إيجابية بالتصوير، لدرجة إنه أوقات كتير هيك بتحس إنه هو حدا من الممثلين اللي معك، حدا من أصدقائك اللي أنت بتعرفه من 100 سنة، بيفهمك. مثلا بتيجي بتقول له أستاذ إنه أنا ما كتير حابة هيدا مثلا المشهد، أو مش فهمته، أو عبالي غير فيه، مش إنه لقى إنه حرفيا وهيك، بيقعد بيوقف تصوير وقعد يفسري لي، يعني بحسس الممثل براحة. أنا برأيي إنه مع عليا، يعني لما يطلع آدم بالسلامة الله بحلها. وهالشي بيكمل بشراكة التمثيل مع محمود نصر. سوري تأخرت شوي. وأنا تأخرت سنين. فيني أقول لك إنه ما في مشهد بنعمله غير ما بنموت ضحك أنا وياه. حتى لو بيبكي؟ إيه يعني في هيك ليك أوقات كتير بيكون في أشخاص بيكون طاقتهم مع بعضهم إيجابية كتير. محمود حدا بيوثق بحاله، فنان بكل معنى الكلمة، شو ما حكيت عنه لأنه هو صديقي من زمان، يعني مش إنه مثلا خلص العمل ما عدنا حكينا مع بعض، لا بضل في تواصل، وبيجر عندي على بيتي وتغدى عندي. هيدا حبيب قلبي. ولهيك سيرين بتراهن على الأصداء اللي رح يتلقاها محمود من بعد هالمسلسل. هربان من هاي المواجهة معك، هربان من خناقة لك فيها إنه ماني طايق طريقتك بالشغل، وما بدي أمشي على الخط اللي رح ترسمني إياه حضرتك. اليوم محمود عم يعمل دور بعتقد رح يكون نقلة بالنسبة له. على أي سبيل؟ إنه على سبيل البطل المودرن اللي بمسلسل عربي مشترك. كيف أنا إجا نهار من أيام كان روبي نقلة بالنسبة لي، رغم إنه كنت عاملة أعمال كتير قبل وبعد. بكره هالتيمعة، بكره هالأساتذة، بكره الموظفين، بكره حالك، بكره كلكم. صح. بس بيكون في عمل بيلفت نظر الجمهور أكثر من غيره، جماهيريا عم بحكي، لأنه هو أكيد ممثل شاطر وعامل أعمال روعة. أنا بعيوني شفت صورتك أنت وخطيبتك حتى إيدها على كتفك وعم تتصوروا سوا، كذب لي عيوني أنا كمان. ما في شيء من هاد، شو الاختراعات هي؟ خطبة شو؟ صور شو؟ شوكولات شو؟ حكيتي لي على إنه هذا الدور لمحمود حيعمل له نقلة حلوة، شو حيعمل لك؟ إن شاء الله يا رب إنه كمان ميرنا تعلم عند الناس. لأنه هي بتبلش بمرحلة حياتها وعالمها كلها يوسف، وما بدها شيء غير يوسف، لما بيغيب بتضلنا ناطرته، بتجرب إنه هي تعمل حياة بس لتنكيه، مش لأنه هي تكمل حياتها. بضل التارجت تبع يوسف. أنا بدي إياك تكوني أم ولادي. لما
بتكبر وبتنضج وبترجع بتصير مشكلة تانية. كيف هالإنسانة بتكبر فجأة بليلة وضحاها وبتصير هيك من طفلة لإنسانة ناضجة وبتفكر بمستقبلها وبمصالح؟ أو يمكن اللي بيلعب بعقلها بهالنقطة هن أصحابها بالمسلسل. عادة بيكونوا الأبطال والأدوار اللي بتاخديهم ما عندهم أصحاب حواليهم، بهذا الدور في أصحاب، في شلة أصحاب لدرجة إنه ما في أهضم منهم، لدرجة إنه يمكن يجي وقت البنت تحس إنه أنا بدي هيك أصحاب كمان. سارة على فكرة كانت هالقد لما أنا بعرفها، بعرف أمها وبعرف بيها وهيك كتير صغيرة. ما تكبري حالك. إيه لا ما عم كبر حالي، بس إنه في فرق يعني. هلأ أنا كمان كنت صغيرة بس مش هالقد، كنت هالقد يعني، هي هالقد أنا هالقد. كنت عارفة ميرنا، كنت عارفة ما خبرتينا نحن أصحابك، ولو نحن أصحابك نحن عايشين من وراء هالمصلحة، كيف بتخبي شيء علينا؟ بالنسبة لتاتيانا نفس الشيء، أصحاب أنا وياها من زمان، وزينة أنا بحب تمثيلها وبحب شكلها وهيك، بحسها كتير سبيشل بصراحة يعني شكليا، بس ما بعرفها وكتير عم تعمل دور كتير حلو. ليك إذا قال لك مثلا شيء ولا بهدلك ولا ما هيدا ما تجي تبكي عندي، رح أسأله طالبة منك هالخدمة مش عم تخدميني. ليك مجهزت لي الكاميرا بالضبط.